أنا دكتور ناصر عبد الباري، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية. الحقيقة إحنا بيجي لنا أسئلة كتير من خاصة السيدات على أورام الثدي وكيفية أو طرق الاكتشاف المبكر ليها وعلاجها، وكذلك أسئلة كمان على الغذاء اللي بيزود فرص الإصابة بالسرطان أو الغذاء اللي بيقلل فرص الإصابة بالسرطان. هبدأ بالموضوع الأولاني اللي هو طرق الاكتشاف المبكر لأورام الثدي. احنا دايما بننصح أي سيدة خاصة لسنها تعدى ال 35 أو ما فوق ال 40 سنة إن هي تعمل فحص دوري للثديين مرة كل شهر. مرة كل شهر بعد الدورة الشهرية ما تنتهي تعمل فحص للثديين، بننصحها إن هي قدام المراية تشوف نفسها كويس، هي عارفة الشكل العام بتاع الثديين، الحجم بتاعهم، السكن، طبيعة الجلد اللي عليهم. بنقول لها اتأكدي من ان كله تمام، افحصي بذراعك اليمين صدرك الشمال وبذراع الشمال الثدي اليمين بحيث تقدري تحسي النسيج الطبيعي بتاع الثديين وتتعودي على الملمس ده وتقدري تكتشفي لو لا قدر الله في اي حاجة ظهرت ما هياش طبيعية. احنا في الاول بنعلمها ازاي تعمل كده، وبعد كده هي بسهولة تقدر تعمل ده في بيتها، ودي حاجة بسيطة وغير مكلفة وتقدر تعملها بصورة دورية كل شهر بعد نهاية الدورة. وفي السيدات اللي سنهم بعد سن انتهاء الدورة بنقول لها تثبت يوم في الشهر تعمل فيه الموضوع ده. ميزة الفحص الدوري للثدي ان هو لو لا قدر الله اي اضطراب في نسيج الثدي او بداية ظهور مشاكل او اورام تقدر الست تكتشفها بصورة مبكرة، لان الاكتشاف المبكر له نسبة عالية جدا 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 في زيادة فرص الشفاء اللي بتوصل لاكثر من 95% في المراحل المبكرة قوي. الحقيقة الاكتشاف المبكر للثدي ده حاجة ما هياش جديدة علينا، هي حاجة بينادى بها في كل العالم. احنا بنقول نفعلها يعني ايه؟ كل واحدة ست زي ما قلنا بالمواصفات اللي قلناها في بيتها تقدر تعمل ده. بنطالبها ان هي مرة في السنة بعد سن الـ40 او حتى يا رب كل سنتين مرة نعمل حاجة اسمها سكرينينج ماموجرافي، دي اشعة على الثديين غير مضرة تماما. بنقدر برضو من خلالها لو في اي حاجة هي ما حسيتهاش او اي حاجة تقلقنا تبان في الـ الاشعة وتقدر توجهنا احنا نتحرك ازاي. برضو عايز اطمن السيدات ما نقلقش ان يمكن 80% او اكتر من اورام الثدي بتكون حميدة. حميدة يعني مش اي مشكلة تلاقيها في صدرك معناها ان لا قدر الله حاجة ما هياش كويسة، فبرضو ما نقلقش من النقطة دي. لكن لو لا قدر الله حاجة مش كويسة تكون تكتشف بدري، وبالتالي العلاج بتاعها ان شاء الله يكون فعال ويكون نسب الشفاء فيه عالية قوي. وتمنياتنا للجميع بالصحة والعافية دايما. شكرا جزيلا.